إنما يصنعه البعض حينما يأتي وهو مسبوق وقد أدرك إمامه في الركوع، قد أدرك إمامه في الركوع، يريد أن يغتنم الركوع مع الإمام حتى يدرك الركعة. البعض يأتي ويكبره منحني هكذا، الله أكبر، هذا لا يصح ولا ينبغي، لا تصح على أنها فرض. أما النفل هذا أمره ميسور، فلو صلاها وهو قادر على القيام مع تكبيرة الإحرام في صلاة النفل فإنه لا يحسب له أجر صلاة الفرض كاملة، إنما النصف، إلا إذا كان عاجزا. إذا ليتنبه لمثل هذا الأمر. البعض من الناس حينما يأتي والإمام راكع يكبر تكبيرة الإحرام وهو منحنٍ، وهذا خطأ.